نشر تنظيم الدولة الإسلامية شريط فيديو جديد لتسعة أشخاص زعم فيه أنهم نفذوا هجمات باريس في نوفمبر الماضي والتي أودت بحياة 130 شخصا، حيث تم عرض الفيديو الذي لم يتم التثبت من صحته من قبل المركز الإعلامي للتنظيم، ويظهر فيه بعض المهاجمين المفترضين وهم يرتدون ملابس مموهة في موقع صحراوي قبل تنفيذ هجمات باريس. كما يظهر الفيديو بعض المهاجمين الآخرين وهم يقطعون رؤوس الرهائن، ما يعد تكتيكا درج التنظيم المتطرف على استخدامه. ويظهر في الفيديو أيضا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وهو يعرب عن دعمه للشعب الفرنسي وبعض الهجمات، ويختتم التسجيل المصور بشعار يقول إن كل من يقف في طريقهم سيكون هدفا للهجمات.